أنا أعتقد مهم جدا أن القمة تنظر إلى مسألة الأمن واستقرار المنطقة العربية بهذا البعد، وتسعى إلى ضبط وجمع اللحمة العربية بصورة أفضل، وتعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في كل المنطقة، وإزالة كل أسباب الاضطراب في المنطقة، وده تحدي كبير. التحدي الأكبر طبعا الإبادة الجماعية المستمرة في غزة وفلسطين عموما، كيف تتخذ القمة قرار شجاع يساهم في إيقاف نزيف الدم في فلسطين، هذا تحدي كبير. وهناك مناطق أخرى مضطربة وملتهبة مثل السودان في حاجة إلى موقف من القمة لمعالجة الوضع.